فضيحة في بريتوريا، الأهلي بيخسر 5-0 من سان داونز في جنوب أفريقيا في مباراة باهتة جدا من كل النواحي، مباراة حصل فيها حاجات كتير، مباراة لعيبة في أرض الملعب كانت بلا روح وبلا عزيمة وبلا كل حاجة، وفي ظل لعيبة في أرض الملعب بلا روح وبلا عزيمة بره من على الدكة كانت بلا تفكير، مباراة سلبيتها كتير جدا وكانت ومباراة ممكن تقضي على جيل كامل، فعشان نعرف كل حاجة حصلت في المباراة بالتفصيل يلا بينا نخش الحلقة. ايه ده؟ لا بجد ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ مباراة انا تعب افرج عليها مش فاهم اللي بيحصل. اول ربع ساعة كون 27 الثاني قبل نهاية الماتش، لا خرج 2-0 الشوط الاول، الشوط الثاني دخل، ثالث رابع خامس، ماتش خلص 5-0. مباراة غريبة، الاهلي النهاردة كان غريب. النهاردة الأسرتي بدأ بالأربعة 4-3-3 في تشكيلة نوعا ما دفاعية، تشكيلة دفاعية اللي هو بيلعب 3 نص ملعب السولية وندفيد وأحمد فتحي، وعلى الأطراف معلول ومحمد هاني في قلب الدفاع سعد وأيمن أشرف، وقدام أجاي ناحية الشمال، رمضان ناحية اليمين، وفي القلب مروان محسن. الأهلي المفروض داخل اللي هو بيدافع، فريق بيدافع في نص ملعبه ويلعب على المرتدات بسرعات بقى زي محمد هاني في الباكات سواء هاني ومعلول أو رمضان وأجاي. بس بعد ما دخلنا في الماتش وشوفنا اللعيبه، الجمهور اصلا بيخوف اللعيبه من غير حاجه، لعيبه ارض ملعب بتاع سان داونز ماسك الكره عادي، المفروض ده اللاعب 3 في نص الملعب يلعب بفتح، هو اللاعب نمره 6 اللي بيقطع الكرات وبيفسد الهجمات، وجنبه كريم نيدفيد وعمرو سلاب تدي الدفع لعمرو سلاب ده وياخد الدفع الهجوميه، ويبقى كريم نيدفيد واحمد فتحي هم الاثنين في نص الملعب وبيسموهم الامان اللي هم يقطعوا لك الكور ويفسدوا الهجمات، واحمد عمرو سلاب يبقى نوعا ما هو اللي بيبقى قايم بدور صانع الالعاب. لكن اللي كنا بنشوفه طول الماتش ان ثلاثي نص الملعب واقف في نص ملعبه وعامل زون فينس، واللي كان دون مخليني مستغرب جدا من الاهلي، زي تلعب بثلاثه نص الملعب واقف في نص ملعبك تماما، فريق سان داونز كان ماسك عليك نص الملعب كليا وكان ماسك عليك كل حاجه، وكمان قبل ما نخش الماتش كنا عارفين ناحيه الشمال بتاعت سان داونز خطيره جدا، خطيره جدا على الاهلي، خطيره جدا على اي فريق اصلا، ناحيه الشمال بتاعت سان داونز خطيره جدا سواء الوينج او الباك، فكان المفروض انت تعمل انت تبدا بفتحي باك يمين وقدامه لاعب بيعرف يعمل ادوار دفاعيه، لو رمضان ماشي اوكي لك انت عندك فتحي باك يمين هيقفلك الحته دي شويه، لكن ده اللي بدات محمد هاني باك يمين وقدام رمضان صبحي، رمضان صبحي نوعا ما دفاعيه مش قد كده، وكمان محمد هاني دفاعيا برده مش قد كده، انت كان عندك الناحيه اليمين دي بتاعتك وناحيه الشمال بتاعت سان داونز كانت مميزه جدا، سان داونز هم شايفين مساحه على الناحيه دي، لكن اللي احنا كنا شفناه ان العرضيات كتيره جدا من سان داونز ناحيه الشمال وكانت مفتوحه جدا، شفناها حتى في الجول الاول لمحمد هاني ورمضان صبحي سايبين لاعب الواقف ناحيه الشمال براحته خالص بيتمطع ويرفع العرضيه، والاثنين اللي في قلب نص قلب الدفاع اصلا مش عارفين يتمركزوا صح، سواء سعد سمير وايمن اشرف او سعد سمير وايمن اشرف او ايمن اشرف وياسر ابراهيم قبل ما سعد يطلع، حتى اللاعب اللي المفروض يعمل ادوار دفاعيه هو عمرو السلاي، عمرو السلاي ما بيعرفش يعمل ادوار دفاعيه حتى وهو جنبه لاعب يعمل ادوار دفاعيه ما بيعرفش يعمل ادوار دفاعيه، فاللي شفناه في الجول الاول للثلاثي اللي واقف في منطقه الجزاء مش عارف المركز صح، وحتى ما فيش تغطيه عكسيه من معلول، فاللاعب دخل بكل اريحيه كان بالعرض على الارض دخل طق هدف الاول الاهلي. بعد الهدف ده انا نوعا ما كنت قاعد ببص الاهلي ممكن يلم نفسه، بس اللي احنا كنا شايفينه بعد الجول الاول الاهلي بقى ابتدى يدور في دماغه حاجات ثانيه، اللعيبه اللي في ارض الملعب بتدور في دماغها حاجات ثانيه اللي هو ايه خلاص هنخش فينا الجيل الثاني والثالث، ونوعا ما لعيبه الاهلي كانت حاطه في دماغها سيناريو ماتش الزمالك بتاع 2016، وده اللي خلاهم بعد الجول الاول يتوتروا، لعيبه الاهلي ميس باص كتير بعد الجول الاول، لعيبه مش عارفه تتمركز في اخطاء، حتى بعد الجول الاول شفنا كوره في العارضه وعرضيات وكور وشناب بيطلع، اللعيبه اتوترت كليا، بعديها بربع ساعه ثاني الجول الثاني لسان داونز، الجون الثاني جه عرضيه لاعب سان داونز، عرضيه من فاول تقريبا لاعب سان داونز خارج من المدافعين بكل اريحيه تك لمسه الجون الثاني لسان داونز. بعد الجون ده توتر زاد ولاعيبه سان داونز لقت تقريبا اربعه ولا ثلاث انفرادات في قبل الشوط الاول ما يخلص، كوره في العارضه او كورتين في العارضه وكوره اتلعبت بالعارضه اتلعب بالعارضه راحت اتلعبت في جون وخرجت من بطن العارضه وخرج الثاني، يعني الشوط الاول غريب قال غريب، والنصرتي كمان عمل حاجه بعد الجون الثاني اللي هو ما بقاش باقي على حاجه خلاص، خرج محمد هاني باك اليمين ورجع احمد فتحي كباك يمين وخلى الهداف نص ملعب كريم ميدفيد وعمرو السليه وخلى ناصر ماهر صانع الهدف، لما نزل ناصر ماهر ما ضافش اي حاجه ولا كانه نزل اصلا عادي خالص ولا اي حاجه حصلت، ناصر ماهر نزل بس عمل حركتين وخد كوره ورقص واحد اثنين ثلاثه وعمل تنشيط بس لمده دقيقه ولا دقيقتين، ويا ريتك
يا ابو زيد مغازيل ولا اي حاجه حصلت. الفريق الاهلي بيلعب زي ما هو، نفس الشكل نفس الخوف نفس التوتر لحد ما دخلنا الشوط الثاني. الشوط الثاني قلنا الاهلي هيعمل الترار بتاع سعد سمير والتغيير الثاني بتاع مصر المهر، فمبقاش عنده غير تغيير واحد بس، لا ينزل ازارو لا ينزل حمدي فتحي ويحافظ ويقفل اللي هو يجي في مصر لنا يعمل حاجه ثانيه. وانا كنت برجعه بعد ما دخل فيه الجون الثالث في الشوط الثاني، خلاص اتقفل ما تغلطش غلطه الزمالك في 2016 وتفتح صدرك اكتر واكتر، لا اتقفل وقف في مناطقك وحاول ان انت تجيب جول. انت ممكن تخرج المدافع وتلعب اربعه في نص الملعب عادي، تدافع باربعه في نص الملعب وتراس لعبته وتلعب بس باثنين مهاجمين يتقاطع على المدافعين ويضايقوا المدافعين، لكن انت اللي عملته انت فتحت صدرك اكتر ونزلت ازارو ولعبت اثنين مهاجمين ويلا بقى ايه مش باقيين على حاجه. فانت لما انت عملت كده مش باقي على حاجه، دخل فيك الرابع ودخل فيك الخامس وخرجت بفضيحه في بريتوريا. بصراحه الاهلي ده الجيل ده ناس كتير قالوا بتقول الجيل ده المفروض يتعدل، يعني يتصرح كله بقى ويمشي وحاجات كده، مش عارف يعني مش عارف بصراحه الجيل ده ايه مشكلته، هل في المدرب هل في اللعيبه مش عارف ايه اللي بيجرى، بس فضيحه فضيحه بمعنى الكلمه ان الاهلي يخسر 5-0 انا ما شفتهاش في حياتي، في حياتي الكرة كلها بتابع الاهلي والزمالك بقالي كتير من ساعه ما اتولدت، مفيش الاهلي عمري ما شفت بيخسر خساره مذله زي دي اللي هو يخسر 5-0. و5-0 ايه يعني؟ الاهلي مثلا مش بيفرك ويعافر والحظ واقف معاه فبيخش فيه جوان اللي هو بيهاجم ويرجع يلاقي جون دخل في شبكته، لا الاهلي ما لعبش اصلا، تمركز خطا، روح مفيش، عزيمه مفيش، حتى الميس باص اللعيبه بتعمل ميس باص كتير مش عارفه تتملك بالكوره، اللعيبه مش عارفه في الاخر حتى شفناها ضرب بقى والناحيه الشمال بتاعت لما فتحي بقى باك يمين المفروض ناحيه اللعيبه لقيت فتحي تقيل مش عارفين يعدوا من ناحيه اليمين، فايه يا باشا اللي يعملوا؟ يلعبوا في ظهر معلول، وده اللي كنا بنشوفه. معلول كان بيتسحب بكل سهوله تلعب الكره في ظهره اللي شفناه في الجون الرابع والجون الخامس بوجه الخصوص لما معلول اتسحب الكره لعبت في ظهره فراح لعبها بالعرض وكمان راح طق جون الخامس. فصراحه الاهلي كان وحش وحش جدا، ما لعبش ما جاش في ماتش النهارده بصراحه. مش عارف الاهلي ايه مشكلته، هل في مدرب هل في اداره هل في لعيبه، انا مش عارف بصراحه ايه مشكله الاهلي، بس الخمسه دي مش متوقعش الاهلي ممكن يجي هنا يعوض، متوقعش لو يجي هنا يكسب 6 ويصعد او حتى يجيب 5-0. الفريق ده اكيد هيجي يسجل هنا في الاهلي، على الاقل بتمنى الاهلي يجي هنا يعمل اداء مشرف، لو يكسب 2-0 3-0 يبقى اداء مشرف ما يخسرش هنا في مصر. تاني في الاول وفي الاخر ده راي شخص واحد وكانت حاله بس على السريع كده، ده رايي انا، وقولوا لي في الكومنتس في الماتش وايه مشكله الاهلي في ماتش النهارده، هل كانت في المدرب ولا كانت في اللعيبه، ولا الاهلي ممكن يحقق ريمونتادا ويجي هنا في مصر ويعمل ريمونتادا تاريخيه ويصعد في دور نصف النهائي، ولا خلاص كده اعمال الاهلي انتهت في افريقيا السنه دي ويركز في الدوري ويبتدي يركز على افريقيا السنه الجايه. ايه رايكم في الاسئله دي في الكومنتس؟ ولو حاجه عجبتك ما تنساش تعمل لايك، ولو اول مره تشوفني اعمل سبسكرايب في القناه وفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد، واعمل شير على الفيسبوك وريتويت على تويتر وتابعني على السوشيال ميديا بتاعتي اللي هي في الديسكربشن تحت. كان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.